ليلى، تصوير المسلسل ده كان بالنسبة لك يعني أسهل مما توقعتي ولا أصعب مما توقعتي؟ هو كان صعب قوي لان احنا كنا بنضحك كتير قوي، ما كنتش بقدر امسك نفسي. ايوه يعني هي دي بجد. انا واقف في المشهد ناس من المقاطعه مش عارفه يعني نفسي الاقي علاج. لا ومش بس بتضحك، حد يقول يعني هي بتضحك يعني هي بجد. انا واقف في المشهد انا وهي معظم شغلنا جنب بعض، احنا واقفين فهي تضحك وانا ما مش واخد بالي، مديني واحده من تحت اللي هو بص هو يا ستي انت مالك نفسك رابط بجد ما تبص معايا تروح مديني واحده. والله بلاقي فجاه ايد من تحت ايد من تحت تقول لي بص. لا يا شيماء احنا وصلنا معاها المرحله عشان نكنترولها، ان انا بجد بجد في مره اللي هو دخلت قلت لها شيماء انا تعبان جدا وحاسس ضحك عليا فلو سمحتي ما بلاش ضحك دلوقتي عشان نخلص المشهد لان بجد عايزين نخلص ومش عارفين مش عارفين نلمها ضحك. طول الوقت هي ساعات لا والله يعني ساعات مثلا لو حد متضايق او داخل متضايق او عنده مشكله او اي حاجه بيفصل من شوشو، يعني شوشو اللي بتخلينا نضحك ونهزر بس وكده. والله بجد اون ذا اذر سايد شيماء اكتر ممثله بروفيشنال في المسلسل بالنسبه لي، ما كمواعيد وكحفظ وكشطاره بجد والله العظيم شوشو بجد ما شاء الله. انا اصلا اول مره اشتغل معاها كممثله، يعني انا اخرجت ميس اندرستاند كانت هي المذيعه بس برضو كان مبني عليها فهي طول الوقت موجوده. فكره بقى المسلسلات ومشاهد هي مش موجوده ومواعيد حضور مختلفه غير اليوم بيبدا بيها في البرنامج، في المسلسل لا ممكن يبقى ميعادها في نص اليوم هتعطلي على حد، فهي ما شاء الله مثال يعني للالتزام. طيب واضح جدا واضح جدا ان هشام مقتنع جدا بموهبتك. لا استنى بس ده الفانزي اسطوري ومشهور بس استنى استنى والله ايوه مقتنع بموهبتك بس شال صوتك يا ستي، ده شاله خالص من المسلسل بس كان معاه حق. والاصل صوتي بيضحك مش هتقتنع ان هو روبوت والله العظيم بجد. يعني هو الفكره جات له احكي انت عشان هو الفكره لما جات له انا يعني ما خدتش لحظه تفكير، لقيت ان هو فعلا معاه حق لانه انا صوتي قريب قوي من الناس. بس ده طبعا ما يمنعش ان انا كنت بقول الكلام بنفس الطريقه وحاضر وكل حاجه كل ده كان من الاول موجود. يعني كان انت وانت في التصوير صوتك طالع صوتي طالع وبقول بنفس الاداء يعني الصوت اللي اتحط محطوط على اللي انا اصلا اوريدي عاملاه. هو الموضوع جيب الصدفه كده. شيماء مش محتاجه اقول ان ما شاء الله الناس كلها بتحبها، صوتها مميز وضحكتها مميزه حقيقي. ضحكتها اللي الناس كلها زعلانه ان هي مش موجوده في المسلسل ده. اول مسلسل ما اضحكش بس انا تخيلت عندي تخيل انه اكيد في الحلقه الاخيره هتضحكي هتفك يا يا مش عارفه طبعا ماشي اوكي. فالفكره جت لسه بيتعرض على شاشه سي بي سي، اللي ما شافوش يتابعوا او على واتش ات يعني الساعه 8 على سي بي سي والساعه 11 على سي بي سي دراما. ومن هنا نحب نشكر قناه سي بي سي على السبورت الرهيب اللي هم عاملينه المسلسل. المسلسل واخد فعلا دعم من القناه لانه فبجد شكرا لكل الناس اللي شغالين على السوشيال ميديا، الناس اللي شغالين على البروموز، كل الناس اللي شغالين في سي بي سي بجد. احنا فعلا في المسلسل ده حسينا بدعم من القناه، هو اللي خلى الحمد لله ان احنا نبقى لسه بنعرض المسلسل وقاعدين مع حضرتك دلوقتي بجد. فجيت بقى قلت ايه صوتها كده هيخرجك من المود. لا خالص بالعكس فجاه يعني في كونفرسيشن كده يعني ما فجي في دماغي انه ماذا لو صوت شيماء في المسلسل بقى صوت الست اللي بتقول عميل رقم 7 شباك رقم 1، ده صوت كل حد عارفه في مصر تقريبا سواء بيشوفوه بقى في بنوك عيادات مش عارف ايه بقى بيستعمل كتير. فقلت الصوت ده متخزن في دماغ الناس ان هو صوت روبوت او ان هو صوت هو نفس الصوت اللي بيقول عفوا لقد نفذ هو. فقلت لو احنا خدنا الصوت ده وحطيناه على زومبا دي هتبقى فظيعه. مفيش راجل صوته ليه ما اتعملتش العمر؟ مفيش صوت راجل متسجل عندنا، كل الرسائل الصوتيه لو ركزتي كلها صوت حريمي. فانا ده حتى الجي بي اس الست اللي بتكلمنا مظبوط سيري ست اليكسا ايوه زي ده ولا راجل متسجل كل الرسائل الصوتيه. فانا قلت دي حاجه لو اتعملت لزومبا هتبوش الكاركتر هتخليها احلى بكتير. يت طبعا قلت ايه انا هعرض على الاستاذ وليد المخرج طبعا البطله بتاعتك تقول فين صوتي. فقمت قلت لها ايه شوشو انا عندي فكره مجنونه كده مش عارف هتعجبك ولا لا.
قالت لي ايه؟ قلت لها تخيلي لو بدل ما صوت زومبا يبقى صوتك انت كشيماء سيف نخليه صوت الست اللي بتقول عمير رقم 7 شباك رقم 1. فدي لقيتها مترقعه دي اللي هي اللي احنا عارفينها دي. قالت لي طبعا ما عنديش مشكله يلا بينا حالا بجد بجد. فسالنا قال لي طب فكري. قلت له لا ما فكرش يلا متأكدة. والله وهدرت صوتك متأكدة. يعني ما رجعتش نفسي ما سالتش حد. انا عموما اصلا بقى بجد والله العظيم مش عشان هشام موجود بس انا بقى عندي فيه ثقه من مواقف كتيره شبه دي احنا اتحطينا فيها. دايما بيبقى الطريق ماشي بينا كده ومرتبين كده وفجاه بيروح هو جاي له فكره تخلينا فجاه نحود كده. فاللي هو لو انت ما حودتيش فاتك حاجه حلوه. فانا يلا نحود يلا انا دايسه في اي حاجه. فبجد والله يعني صوتك بقى في المسلسل هو صوت مين؟ استاذه الجميله الجميله الاعلاميه جيهان عبد الله اللي بشكرها الرائعه جيهان عبد الله. هو قسم زمرة طبعا. هو صوت زومبا وهو صوت الرسائل المسجله اللي احنا بنتكلم عليها سواء بتاعه نفذ رسائل. هو صوت احلى اجمد 7 ساعه 7 هو يعني اجمد 7 ساعه 7. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب راسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.